نتمناكم كل توفيق يا رب. خلينا نفرح، فرح بلدنا، فرح شعبنا واهالينا وعوائلنا واخواننا واصدقائنا، نفرحهم بيكم ان شاء الله، ومو بعيده وقريبه ان شاء الله باذن الله تعالى. مبروك عليكم، تفرحكم ان شاء الله. مباراه يوم غد وتودينا على النهائي ان شاء الله. وقت ما الوقت تمرين، ما نتحدث وياكم كثيرا، الله يوفقكم ان شاء الله. مبروك لكم شباب، هاي الهمه والاجتهاد والنتائج الطيبه ما جاء اعتباطا مثل ما قال كابتن حسن. انا بس حبيت انقل لكم تحيات معالي الوزير رئيس الاتحاد والمكتب التنفيذي اجمع نواب واعضاء، ويبارك لكم على هذا المستوى العالي والنتائج الطيبه، واوعز معالي الوزير بتكريمكم، وان شاء الله اليوم بعد التمرين راح تاخذون التكريم مالكم المخصص لكم من قبل معالي الوزير رئيس الاتحاد، وبعد مباراه لبنان ان شاء الله بعد الفوز ايضا اكو تكريم للفريق، وان شاء الله منعود بالكاس الى بغداد اكو تكريم خاص من معالي الوزير الى كل رياضي او كل لاعب بالمنتخب وكل الوفد يعني ان شاء الله. واحد، اثنين، ثلاثة،